تعالوا نعمل بقى حاجه لطيفه قوي. واحد يجيبكم عيش كده او فطاير بالزبادي والقشطه، لذيذ قوي. دي عباره عن ايه؟ دي بتتحط في الفرن مش في الطاسه، دي في الفرن. احنا عملنا حاجه شبيهه بيها، العيش اللي هو الرقاق الفلاحي ده اللي بنعمله في الطاسه ومن غير قشطه، يبقى القشطه جوه مش بره، هنا القشطه بره. طيب ده ايه؟ ده عباره عن ايه بقى؟ انا جايبه نص كيلو من الدقيق، ده العجينه الخمران مش دعوه بيها لسه، بثلاث كوبايات من الدقيق، كوبايه من الزبادي، كوبايه اللي عيرتي بيها الدقيق تاخدي بيها كوبايه زبادي بحالها، يعني ما عايزه اقل او اكتر مش مشكله، مش تفرق معانا كتير. نص كوبايه من السمنه ماشي، والسمنه راح تكون ريحتها حلوه. يبقى عندنا هنا نص كيلو من الدقيق، كوبايه من الزبادي، ونص كوبايه من السمنه، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، ورشه الملح، بس كده. تعالوا بينا، سهله ولذيذه، سهله ولذيذه. قلت لكم طريقه عجن العجان غير طريقه العجن اليدوي. العجن اليدوي بناخد الحاجات السايله الاول عشان تسهل معانا العجين. ادي كوبايه الزبادي ونص كوبايه السمنه. هو ابن عم الفطير، فاهمني؟ ابن عمه وابن خالته كده يعني. قلبهم مع بعض. السمنه والزبادي، حلو؟ حلو الكلام. لو عجان بحط كله على بعضه ولا بيهمني. معلقه سكر ومعلقه خميره. قد ايه يعني؟ حبه صغيرين كده، ربع كوبايه ولا حاجه، مش كتير خالص بس ماشي؟ عشان عندي هنا سمنه وزبادي كتير. فمش كتير، ربع كوباية أو أقل كده، وأدوب فيهم كل الكلمات دي كلها. وحلو قوي لو زدت الخلطة دي شوية والقشطة على الوش. لقيت من العشة لقيت الفرخة باضت، ماشي الحمد لله. لا الفرخة باضت. مش هنقول عند مين، عند أم ترتر. تعالوا بقى هنا، خلاص خلطناها كلها، هنحط بقى الدقيق. نقول تاني، نقول تاني. انا عملت ايه؟ كوبايه من الزبادي، نص كوبايه من السمنه، وقلبتهم مع بعض حلو. وبعد كده حطيت معلقه خميره ومعلقه سكر كبيره، معلقه خميره كبيره، معلقه سكر كبيره، رشه الملح، وبعد كده شويه ميه صغيرين، وقلبت كله مع بعض، وبعد كده نزلت الدقيق ماشي. شكرا يا ابني على البيض، اديك ما عضكش. بعد كده ازود بقى الميه اللي انا عايزاها على حسب ما ياخد معايا عجينه حلوه متماسكه. تعالوا شويه اللون مطرح الزبادي دول كده. طبعا عايزه تصغري صغري قد رغيف العيش الحلو، يعني مش صغيره قوي، لان هي بتعتبر ايه؟ وجبه. الواحده تعتبر وجبه. ليه بقى؟ فيها كل حاجه، ولسه القشطه على وشها مش هتحتاجي تغمسي بيها حاجه. فيها زبادي وفيها السمنه والقشطه على وشها، يعني مش محتاجين حاجه. هنبدا ان احنا نكورها. طبعا لا انت عايزه تصغري صغري، عايزه تكبري كبري زي ما انت عايزه. نجيب الصينيه. مين فيكم بيدي جيران؟ ومين ما بيديش؟ اللي بيدي الجيران يقول. انا عارفه الموضوع دوت بقى ايه، مش كتير. بسم الله، هناخد بقى نفرد كده كانك بتفردي رغيف عيش. حلو الكلام؟ ماشي. طب ثانيه واحده، ابقى افرد بتاعت الجيران التانيه دي دلوقتي. ناخد بقى كده القشطه. قشطه بقى انت محوشاها، قشطه شارياها، زي ما انت عايزه. مفيش لبن هنا؟ انت عايزه اسيحها شويه. هي هتسيح ماشي. طب بصوا، بصوا يا جماعه اهي. ممكن نخلطها بس بحبه لبن، بس مش مهم، كده كده هي هتسيح مش مهم. بس حطي على وشها القشطه دي عشان دي بتخليها ايه، حلوه جدا. هحطهم كلهم بقى واسيبها ترتاح، بصي دقايق، يعني 10 دقايق 5 دقايق، ودخليها الفرن تمام. بس كده.